الفقير اذا ما عنده خل ياخذ، الفقير اذا ما عنده ياخذ بلاش. ليس غريبا على شعب طالما عرف بكرمه ان ياتي بهكذا مبادرات اجتماعيه عفويه بالتزامن مع تجاوز نسبة الفقر في البلاد حاجز 30% وفقدان كثيرين لمصدر قوتهم اليومي من جراء حظر التجول الذي فرض بسبب أزمة وباء كورونا. تنوعت المبادرات التي أطلقها العراقيون وتستهدف العائلات الأكثر تضرراً في مختلف المحافظات. هنا في محافظة البصرة تتجسد إحدى أبرز صور التكاتف الاجتماعي في عصر الوباء الجديد. طبعاً اليوم سوى بدنا العلوة خضروات كلها بانواعها، وان شاء الله اريد موزعه مجانا للعوائل المحتاجه، الفقره، سايق التاكسي، شكو فقير انا خادم له، بس يخابرني راح انزل رقم تليفوني، بس يخابرني وانا اوصل له البيت، يعني الباب بيته اوصل له. لم يختلف المشهد كثيرا في بغداد وتحديدا في منطقة البلديات التي وزع فيها عدد من بائعي الفاكهة سلات غذائية للعائلات الأكثر تضررا في العاصمة. شنو جاي شو تسوي؟ زين ليش عجب؟ انت مو هم محتاج؟ مو هذا ربحك ورزقك؟ والله جميع واحد محتاج نوزع له. يم هاي الفقرة الشرطية اللي يشتغل يوم بيومه ما عنده يعني ما يدري. كما ذهب وعي سكان العاصمة إلى سيناريوهات أبعد من ذلك، حيث نظم عدد من السكان حملات تخزين وتوزيع سلات غذائية إضافية في حال استمرار فرض حظر التجول لمدة أطول. اليوم نقدر نسوي تقريبا 100 سلة غذائية، كل هاي من تبرعات أهل الخير، إن شاء الله راح نوزعها ونخلي عندنا نقاط بيها موجودين أخوان بالمناطق نقدر نسلمهم غذائية ونخليها دفعات مع الطوارئ موجودة يمهم. وفي محافظة بابل تجلى أيضا التكافل الاجتماعي بأشرق صوره، حيث قام سكان مدينة الحلة بالتبرع بمبالغ مالية ضخمة لمساعدة العائلات الفقيرة بغية التخفيف من وطأة الأزمة التي أثقلت كاهل الجميع. العلة فرعون دفاتر لشراء أجهزة دفاتر. الله يبارك في أهل بابل. الله يبارك فيهم. الله يبارك فيهم. الله يحفظهم. الله يحفظهم ويبارك. نسخة للسياسيين يشاهدون لا. لا يتبرع البرلمان ما حد يتبرع. خويا حاي الله ينتقم منهم يا رب. ووسط السخط الشعبي من عدم اتخاذ أي خطوة حكومية جادة، لا سيما من وزارة التجارة المثقلة بملفات الفساد، تستمر بقية محافظات العراق برسم صورة ذهنية مشرقة على أرض الواقع تقلل من قساوة المشهد الذي ازداد عتمة باستمرار الوباء السياسي المتفشي منذ نحو عقدين من الزمن.